نقدر نأكد انه هذا الترند اللي انخلق او الاتجاه العام للدولار اللي انوجد هو باتجاه تنازلي، يعني بمعنى اوضح من المتوقع في المرحلة القادمة ان يستمر انخفاض سعر الدولار، وقد تكون هذه العملية ليست ناتجة عن توقعات او تطابق بين السياسي والاقتصاد او المال. بمعنى اوضح كان الملاحظ انه منذ اسبوعين في كتير كتلة نقدية بالدولار متداولة في السوق اللبناني، وشركات شحن الاموال كانت عم تضطر انه تاخد من الكتلة النقدية بالدولار من لبنان الى الخارج، لذلك عمد مصرف لبنان الى اصدار التعميم المتعلق بمنصة صيرفة، هو انه بيشتري ببيع الدولار ولكن ما بيشتري اعتبارا من الثلاثة الماضية. لاحقا من المتوقع انه يعمد مصرف لبنان الى اصدار التعميم بتكمل هذا الموضوع وبتساهم بعملية تراجع سعر الدولار، وبتمهد للقرارات والمراسيم اللي المفترض على الحكومة انه تاخدها فيما يتعلق بسعر الدولار الجمركي ورفع الرسوم واعتماد 15,000 كسعر رسمي بدل من 1,507. هذا الموضوع هل حاليا قد يكون عليه مشكلة بظل التخبط الحاصل على مستوى الحكومة وإداء السياسي، وطبعا بعد قرار رئيس الجمهورية باعتبار الحكومة مستقيلة ومنع من إصدار القرارات والمراسيم، حينبري مصرف لبنان لحتى يطلع تعميم تسهل هذا الموضوع، وقبل ما يطلع تعميم ال 15,000 اعتماد سعر ال 15,000 كسعر رسمي للدولار، من المؤكد انه سيعمد الى اصدار تعميم باعطاء المودعين بعض من اموالهم بالدولار ليخفف من الكتلة النقدية المتراكمة، واحد ليساهم بتحريك السوق السوداء بالاتجاه مزولة، اثنين وبالتمهيد لارتفاع السعر، يعني بمعنى اوضح لا يمكن أن يبقى مصرف لبنان يعتمد أسعار 8,000 و12,000 بوقت اللي بده يتحدد لاحقا سعر 15,000. وأعتقد أن هذه العملية ستتم خلال الفترة الأيام القادمة، لأنه عادة وأغلب الأحيان التعميم تصدر في مطلع الشهر. نتأمل أن تكون هذه العملية بداية لإعادة سعر الدولار إلى معدلات مقبولة، وتمهيدا لتوحيد سعر الصرف وتقريبه مستوى سعر صيرفة. هون تجدر الإشارة إلى أنه مصرف لبنان نزل سعر صيرفة من 30,100 إلى 29,800 اليوم، ويبدو أن الأمور مستمرة بهذا الاتجاه.